الإيفنت اللي أغلبنا متحمسين ليه. أنا ما أفهم لهناك فكرة القلم، بس مستانسة أن حالياً الوطن العربي هو مركز لكأس العالم. وبهالمناسبة قررت أني أخذ هالكورة الصغيرة وأبدأ سلسلة رسم على الكورة من اليوم لنهاية كأس العالم. واللوحات بتكون فيها السبيسز الفاضية في الكورة. ودام قطر هي المستضيفة لكأس العالم، أول لوحة تكون لقطر. كلكم تعرفون الدب الأصفر اللي في مطار الدوحة في قطر، اللي هو هالدب. تعالوا خلينا نحاول نرسمه. فبعدين بحط تيب حول هالسبيس الأبيض. رسمت الدبدوب، الحين خلونه. أول شي بلون الدبدوب كله بالأصفر، بلون هنا الرصاصي، هنا أزرق غامق، هنا بلون أزرق شوي أفتح. بحاول أسوي شوية تدرجات في البلاتفورم. أول حين بس ديتيلز في السقف. خل بكمل الحين تلوين الليت وبحط ديتيلز في الدبدوب. خل بشوف الحين التيب. شو رأيكم في اللوحة شلون صارت؟ كتبولي في الكومنت شو رأيكم بالدبدوب والفكرة.